الرحمن الرحيم نتعين القول لله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال العلماء كان لفتيان من في الحبشة حديقة أو بستان، وكان أبوهم رجل كان أو كان أبوهم رجلا صالحا يخرج الصدقات، يمسك ما يكفيه من حصاد هذه الحديقة، ما يكفي طعامه وشرابه لمدة سنة ويتصدق بالباقي. فكان أولاده ينهونه عن الصدقة، فكان لا يطيعهم ويتصدق. فعندما مات الأب قالوا إن أبانا كان رجلا أحمقا، فلن نفعل مثله، سنمسك الصدقات ولن نعطي أحدا من الصدقات. وكما قلت لحضراتكم، فقالوا إن بلوناهم أي اختبرناهم، أي بلونا كفار قريش كما بلونا أصحاب الجنة، وإن أقسموا أي حلفوا لا يصرمونها أي لا يحصدونها، ولا بينا معنى كلمة الصرم القطع، مصبحين قلنا في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ المساكين ويأتون إليهم ليأخذوا حقهم في زكاة الزروع. فماذا فعل الله بهم؟ بنياتهم السيئة. ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله سنذهب غدا إلى الحصاد، لم يستثنوا. فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم. قال عبد الله بن عباس الطائف هو أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا إلا ليلا. نزلت عليها صاعقة من السماء أحرقتها بالكامل فأصبحت كالصريم، أي أصبحت كالليل المظلم كالفحم. فطاف عليها طائف من ربك، أي أتاها أو نزل عليها أمر من أمر الله سبحانه وتعالى من عذاب الله وهم نائمون، هذا الطائف لا يكون إلا بالليل، فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل المظلم سوداء متفحمة. قول قولي هذا، استغفر الله لكم.